لا رؤيا زلمة شو عم تحكي؟ لا ما بظن هيك، مستحيل. مثل العادة بالأول بتمشي بالبكين وبعدين بتصير بتدلل عليها. فكرة حالة نجمة بالمناسبة، أي وحدة فيها تعمل هالشي. إذا كل وحدة بتقول بدي أعرض أزياء تخرب الدنيا. 100% صح حكي. يعني جد كلامك مزبوط، بكرة بيقولوا عنا مميزة. حك على شو مميزة؟ مين أنا؟ ولك أنت حياتي وعيوني. كاتشو تتذكر مريم مرتي؟ كيفك؟ ما شفتك من لما اجيت مع رفيقتك. شو كان اسمها هديك الحلوة اللي كان شعرها منفوش هيك بشكل حلو؟ تذكرت؟ ايه مارلين. ايه اللي اجت معك؟ لا شركة تحكي، تذكرت هديك الشقرة يلي خلت يومي حلو من كتر ما كانت بتعرف تحكي لغة الحب. انتوا عم تحكوا عني؟ لا عن مرة حلوة تانية كان شعرها. شو يا مرة، اليوم عيد ميلادي ولا شو؟ شكرا لانك اجيتي وجبت الولاد. ما تتعود عن طريق رودولفو تطلب مني شغلة. قال لي رح يتصل الساعة 4 ليخبرك عن شي بيتعلق بالبنزين. عن جد؟ مايكل اسمع، مرحبا، شغل موسيقى حلوه وهاديه خرج البيت وهيك شغلات، مو شي خرج المكان العام. ماشي يلا بسرعه. يلا خلاص بلاها مو وقتها. مايكل الغرفه جاهزه شي؟ لانه بفضل اطلع لفوق وارتاح. اسمعي هذا جياردو الصغير، تذكرتي؟ وهي مرته ميريام. اهلا مرحبا، شرفت فيك. هذا يلي كنت شبينه وقت عماته. ايه لكن هذا هو. عفوا على التدخل، ما كان الاشبين، هو كان بس ضيف. رح اعرفك على بنتي الصغيره تانيا. مرحبا مريم، يخلي لك ياها. شكرا. طيب بنحكي بعدين. ايه ماشي. مايكو مفاتيح الغرفة معك شي؟ لا استني عدي شوي معنا، لازم تبقي وتاكلي معنا. طبعاً شي طبعا طبعا طبعا. الحفلة رح تبلش هلا. ايه يلا يا شب وينك؟ صح للمدام لو سمحت. خفة كيف؟ طيب لك.